كترش دارك. ماما كان طيب حالسي قوي. محمد نظيف، مخرج ممثل ومنتج مغربي. هذا الأسبوع احنا بصدد يعني طرح أو تنزيل فيلمي الأخير نساء الجناح جيم في القاعات السينمائية المغربية. نساء الجناح جيم هو فيلم من إنتاج 2019، كان العرض ديالو الأول عالميا في مهرجان الدولي للفيلم بالقاهرة. العرض الأول المغربي كان في مهرجان الدولي للفيلم بمراكش. كنا طمحوا أننا نخرجوا في 2020، كان مبرمج في ماي 2020، ولكن للأسف بسبب جائحة كورونا تأجل حتى الآن، حتى من بعد فتح قاعة السينمائية بالمغرب. ورغم ذلك الفيلم عرف يعني عرف واحد الجولة كبيرة في المهرجانات الدولية والعربية بالخصوص. حاز على مجموعة من الجوائز، جائزة أحسن فيلم روائي بالدورة 37 للمهرجان الدولي فيو دافريك، رؤى إفريقية بكندا. حاز في نفس المهرجان على جائزة أحسن ممثلة للممثلة الصغيرة ريم فتحي. حاز كذلك على تنويهين من طرف لجنة التحكيم، يعني في المهرجان العربي للمهرجان الفيلم العربي بالقدس، والمهرجان الدولي للأفلام الشرق لأفلام الشرق بسويسرا. الفيلم يحكي عن الفيلم حول قصص نسائية. الفيلم كيف ما يوحي العنوان، يعني الفيلم نسائي بامتياز. الفيلم يحكي عن ثلاث مريضات وممرضة في فضاء مميز اللي هو جناح الطب النفسي بالدار البيضاء. الفيلم حول صداقة قوية بين النساء كتجمعهم رغبتهم في انهم يتزوجوا الصعاب، وانهم يعني شيئا فشيئا ترجع لهم يعني يرجع لهم الذوق للحياة. يعني هذا هو المهم. الفيلم الأول ديالي كان فيلم رجالي بامتياز، يعني فيلم النساء، فيلم الأندلس منامور، كان حول الهجرة السرية، وكان جل يعني الأدوار كانت رجالية. يعني كان واحد العتاب من طرف الزوجة ديالي أنني ما فهمتي، ما كان خصنا نفسحوا أو نعطيوا فرصة للأدوار الرئيسية نسائية. وكانت فكرة جات منها وبدا الاشتغال حول يعني فيلم نسائي. وجات الفكرة أننا نشتغلوا على 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 واحد المرض يعني غير ماشي غير معروف، ولكن غير مفهوم من طرف المحيط ديال المرضى ومن طرف عائلاتهم، اللي هو الاكتئاب الحاد. ولكن هذا غير معطى أو فرصة أو ان بريتكس لحكي قصص نسائية. عندنا أربع بورتريهات، يعني أربع قصص يعني كل واحد بشخصيات بسن يعني ماشي متفاوت، حتى من طبقات اجتماعية متفاوتة، حتى يعني حاولنا أننا نركزوا أن الجمهور أو المتلقي المغربي أنه يلقى ذاته أو يلقى شخص من عائلته أو من محيطه في الفيلم. نساء الجناح جيم هو الآن في القاعات السينمائية المغربية. فيلم اللي خدمني وقت كبير،
فيلم اللي كانت متعة كبيرة باش نديرو، فيلم اللي فيه ممثلات رائعات، فيلم اللي بالدرجة الأولى بغيت نشاطر به الجمهور المغربي. فممكن تمشيو تشوفوه، ممكن تمشيو تشوفوه يعني حتى مع أولادكم يعني 10 سنوات وما فوق. فيلم شوية صعيب من خلال القصص اللي تحكي، ولكن فيلم فيه فرجة ومليء بالأمل.